شعبة الخياطة، ولما لها من أعمال بارزة أمام الزائرين والوافدين إلى العتبة المطهرة من خلال إكساء الصحن والحائر المقدس بلافتات الأحزان والأفراح حسب كل مناسبة. دأبت على مواكبة التطورات من خلال إدخال ماكينة حديثة تعمل وفق برامج التصميم الحديثة. من نهاية الأربعين الماضي بدينا مع الخطاطين وبإشراف الحاج كاظم عبادة والسيد رئيس القسم ومعاون رئيس القسم استعدادات مبكرة لعمل لافتات خارج الحرم وواجهة الحرم الخارجية. بدينا بها تقريبا الواجهة 75 لافتة بارتفاع العرض 75 سنتيم وارتفاع 6 متر وأقواس 4 أقواس الحجم مالتها 6 متر في 2.5. عندنا لافتات كبيرة الحجم قياس 12 في 6 متر هذه لواجهة الحرم الخارجية. محرم الحرام وما يحمله هذا الشهر من حزن للمصاب الأليم باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الأطهار، إذ دأبت ملاكات شعبة الخياطة استعداداتها المبكرة في خياطة وتطريز لافتات سوداء تحمل عبارات تعظم المصيبة، بالإضافة إلى أنهاء خياطة الراية السوداء التي ترفع ليلة الأولى من محرم الحرام على القبة الطاهرة إيذاء ببدء مراسيم العزاء. نباشرنا من محرم السابق تحدي الآن، إحنا كلنا نشتغل المحرم بدنا نجهز إن شاء الله كملنا بعد جاهز كل العمل. بالنسبة نستخدم عندنا كادر كفو وعلى البرنامجيات وعلى التطريز والليزر، وعندنا المواد المستخدمة عندنا القديفة والدوشيز ستن دوشيز وستن عادي. هذه هواية توفى ليلة واحد من محرم الحرام للمولى أبي الفضل العباس سلام الله عليه. هذه هواية تمر بثلاث مراحل. أول مرحلة هي الخياطة. الخياطة العتبة العباسية تستورد أجود أنواع القماش لهذه الهواية المباركة. نجيب القماش الخياط يفصله ويخيطه، بعد ذلك تتحول إلى الطراز. الطراز عدة مراحل. أول مرحلة يقص الكلمات مع الهواية المباركة، بعدها تنقل أنه يطرزون هذه الهواية. بعد ما طرزوها وكملوها هنا راح يحولوها المرحلة الثالثة، وهي مرحلة تنظيف الراية وكويها وتعطيرها بأجود أنواع الأطر اللي تستورد العتبة العباسية خصيصا لهذا الشأن. شعبة الخياطة التابعة للعتبة المطهرة تعمل بكادر فني متخصص وبآلات خياطة حديثة معاصرة تختصر الكثير من الوقت والجهد في خياطة راية القبة الشريفة واللافتات المطرزة بعبارات إسلامية وعزائية.